عايزه اروح بقى دلوقتي لموضوع مختلف، وهو فكره هنا اللقطه اللي يمكن معظم الزملاء في المنابر الاعلاميه المختلفه يعني اتكلمت عنها وعلقت عنها، واحنا كمان هنعلق عنها وغيرنا هيعلق لسه عنها، لان هي كانت لقطه امبارح يا كريم، لقطه مش لقطه عاديه، هي لقطه طبعا. علق عليها العالم، انا ما بتكلمش وببالغ، فعلا العالم كان بيتابع هذه اللقطه او تابع هذه اللقطه، وقد ايه كان في ردود فعل يعني حلوه جدا وايجابيه جدا على فكره هنا نجمنا مصري محمد صلاح، وطبعا مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي اللي امبارح كانوا بيحتفلوا يعني وسط الملعب بعد ماتش ليفربول مع طبعا تشيلسي، فوز ليفربول بكاس الاتحاد الانجليزي. صلاح كان اتصور مع مؤمن زكريا بعد المباراه وحرص ان هو كمان يكون موجود في الملعب ويحتفل معاه وسط بقيه الفريق بالكاس، ولقطه يمكن الفيديو اللي معانا هيكون او الفيديو اللي اتعرض هو دقيقه او دقيقتين، لكن الدقيقه ودقيقتين دول كان لهم تاثير كبير جدا على العالم وعلى مؤمن زكريا، كابتن مؤمن زكريا نفسه، وعلى الأجيال الجديدة وعلى الإنسانية. احنا مش بنبالغ بهذا الكلام، لأن فكرة هنا تاني، وأنا عجبني قوي هذا الوصف للإعلامي الزميل العزيز كابتن سيف زاهر، تحدث امبارح عن هذا الموضوع بمصطلح عجبني بصراحة، قال لك جبر الخواطر. دي حقيقة، فكرة هنا جبر الخواطر، فكرة هنا المعاملة الإنسانية، فكرة الشعور بالآخرين، وفكرة رد الجميل، وفكرة حاجات كتيرة جدا كانت امبارح في رسائل ضمنية من محمد صلاح للعالم بيرسلها، فأعتقد كانت حاجة حلوة جدا. خلينا نتابع سريعا هذا الفيديو ونرجع برضو نعلق عليه. طبعا لقطه رائعه وبتدل على يعني الى اي درجه محمد صلاح صحيح. ده فعلا شخصيه اصيله بالمعنى الحرفي للكلمه يعني، وعايز اقول لحضراتكم بشكل عام امبارح الحقيقه فرحه المصريين بفوز صلاح ورفاقه بالكاس يمكن اكتر بكتير من فرحه محمد صلاح نفسه، والفرحه زادت وضربت ب 50 مليون ضعف بعد ما شافوا اللقطه اللي حضراتكم تابعتوها معانا من شويه، يعني مؤمن معاه في الملعب وفي غرفه الملابس وبيحتفل معاهم بالكاس. لا لقطه بجد محترمه جدا جدا، كل الناس اللي شافت الفيديوهات والصور امبارح يمكن ما كانش ليهم غير كلمتين تعليقين، ربنا يكرمك يا صلاح وربنا يمن عليك بالشفاء يا مؤمن صحيح. واللهم امين والله في الدعوتين، لان فعلا دي مشاعر كل المصريين، واي حد يتقال عليه ابن بلد أكيد هياخد باله إن الطبع ده موجود بشكل واضح وصريح في محمد صلاح. وبالمناسبة مؤمن زكريا موجود حاليا في هذه الفترة في إنجلترا عشان يكمل مشوار علاجه، كلنا بندعي لك يا مؤمن وبنقول يا رب إن شاء الله يمن عليك بالشفاء في أسرع وقت ممكن وترجع لنا بألف سلامة وربنا يكرمك يا صلاح. عايز أقول لك مش بس إحنا علقنا، يعني أنا قلت لك إن الموضوع ده العالم كله كان بيشاهده حقيقي، أنا مش ببالغ، حضراتكم تقدروا تخشوا على يوتيوب وتشوفوا المواقع المختلفة، تقدروا تروحوا لجوجل تشوفوا ازاي الصحف الانجليزيه تناولت هذا الخبر، تقدروا تروحوا لتويتر وتشوفوا، تقدروا تروحوا تشوفوا تصريحات بالمناسبه سفير بريطانيا في مصر، سفير بريطانيا في مصر كان ليه حديث بعد هذا الماتش يعني، وهذه اللقطه اللي عجبت العالم كله او اثارت اعجاب العالم كله، هو سئل عن هذه او هذا المشهد قال لك محمد صلاح شخص عبقري، محمد صلاح شخص، احنا كنا في الاول عمالين نقول مين محمد صلاح وغيره، هو اثبت لنا ان هو مش بس شخص يعني ناجح و و و الى اخره، ووصفه بحاجات كتيره جدا ايجابيه، قال لك هو سفير مصر في بريطانيا، قال لك هم نفسهم ان هم يجددوا معاه اصلا في ليفربول لان حاسين بانتماء شديد من ناحيته كمان للنادي والجماهير، بالتالي عندهم انتماء برضو وحب ورغبه في ان محمد صلاح يكمل في ليفربول. فيعني حاجه بجد محترمه جدا. تاني احنا يمكن هنعدي على هذه اللقطه سريعا، لكن هتفضل اللقطه دي او الفيديو ده او الدقيقه اللي احنا شفناها دي موجوده الى الابد، فحاجه كانت حقيقة محترمه امبارح من محمد صلاح كلنا بنسعد بيها، لان زي ما كنت بقول لحضراتكم فيها رسائل كثيره جدا ايجابيه.